بعد كده معانا اكزامبل على ديترمينستيك فاينايت اوتوميتا. عندي اهو الفاينايت اوتوميتا زي ما انت شايف، عايز ده ديترمينستيك، فعايز نشوف هل السترينج دوت اكسبتد ولا لا. تعال نشوف السترينج تو بروسيس اللي هي ايه، A B A B. وهبدأ منين؟ هبدأ من الستارت، لأن الستارت اللي هي الستيت وان. هبدأ بقى من أول سترينج، أخد السترينج أول حاجة اللي هو A. خدنا ال A، بدأنا من الستارت، مشينا لغاية ال A، وصلنا عند أنهي ستيت؟ الستيت رقم 4. وال A اللي كانت في الأول هنا مسحتها. بعد كده الأربعة عايز نمشي ال B، أمشي ال B، هوصل لفين؟ عند 5. وصلت عند الستيت رقم 5، مسحت انا البي اللي كانت موجودة قبل الاي. انا وصلت للخمسة، عايز يرجع للاي، ادي رجعت من الاي، يبقى كده شلت الاي دي. والستيت الجديدة تبقى اني الاربعة، اهو ادي الستيت الجديدة 4. وبعد كده اخر حاجة في السترينج تو بروسس اللي هي البي، من الاربعة اروح للبي. كده وصلت للفاينل، وهتبقى الستيت عندي ايه؟ 5 اهي. وصلت للفاينل ستيت. طب بعد ما وصلت فاينل ستيت وخلاص وما فيش سترينج تاني، اقول له ده ايبسل. خلاص انا كده وصلت للفاينل ستيت، يبقى كده اقول له ايه؟ اكسبت فاينل ستيت، وبس كده. بعد كده جاب لي الفاينل اوتوميتا دوت الشكل اللي قدامنا، وبيقول لي عايز اعمل له ريجولار اكسبريشن. اول حاجه انت هتبص على ايه؟ هتبص اللي ما فيهوش تكرار، اللي هو ايه؟ البي والبي والايه، دول موجودين في الاخر. هبقى هتعمل ايه؟ هتجيب من الاخر، تكتب بي بعد كده البي بعد كده الايه. كده خلصنا. هنقول له ايه اللي هي ending with a b b، دول لازم ينتهوا a b b من غير استك ولا من غير بلس. طب تيجي عند الستارت، عندي ال a وال b فيها تكرار كتير. طالما فيها تكرار كتير يبقى ديت ايه؟ استريك. طب انا ممكن امشي من A او البي، يبقى اجي اقول له ايه؟ A او البي، واقوم اعمل له ايه؟ كل ده ايه؟ طالما في تكرار كتير اقول له استريك. طب انا ممكن حد يقول لي، طب انا ما عملتش، طب انا ليه ما خليتش الاستريك دي بلس؟ لان لو قلت بلس يبقى لازم هدخل في واحده من دول، وانا ممكن ما ادخلش في واحده منهم، اروح على الايه على طول، فاهمني؟ يبقى دوت الريجولار اكسبريشن للفاينات اوتوميتا اللي قدام، هو يكون عندنا بالشكل ده. طب تاني شكل معانا من الفاينات اوتوميتا، عايزني اطلع له الريجولار اكسبريشن. ادي هنا الستارتنج، وادي هنا الفاينل. عندي لو شفت، لو خدت بالي، الزيرو اخر حاجه، اخر حاجه ولا طريق واحد، يبقى هقول له زيرو من غير اي استرك او بلس. طب الوان، الوان فيها تكرار وممكن ما اخدهاش، يبقى اقول له ايه؟ وان استرك، اللي هو هيكون بالشكل ايه؟ هيكون بالشكل ده، او زي ما انت شايف. بعد كده التاني فاينايت اوتوميتا اللي هو عندنا هنا، عايز نعمل له ريجولار اكسبريشن. هتيجي انت تعمل ايه بقى؟ هتبص من الاخر تلاقي عندك ايه؟ في زيرو، في زيرو، يبقى هنتهي بزيرو وزيرو، نكتب regular expression. طب انا عندي هنا في الاول ايه؟ ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد الايه وكذا مرة، وفي الاخر عندي هنا ممكن اخد الزيرو وكذا مرة. فكده انا عندي ممكن اخد الوان، وممكن اخد الزيرو، ممكن اخدهم كذا مرة كذا مرة، يبقى دولت ايه؟ استريك. وممكن ماخدهمش، ممكن مبدأش بيهم اصلا، ممكن اكمل على طول، يعني ممكن ماخدش الواحد هنا واكمل، ممكن ماخدش الزيرو واروح الفاينل على طول، فاقول له ايه؟ زيرو اور وان، وديت هتبقى عليها ايه؟ استريك. يبقى هنتهي بزيرو بزيرو اللي هو الزيرو وزيرو دول، وممكن ابدأ بالزيرو او الوان، ممكن ابدأ ممكن ابدأ بوان، ممكن ما ابداش بالوان اصلا. وعند الزيرو اللي في الاخر عندي هو اللي هو جاي من الاكسبريشن ده، ممكن اضيف زيرو وممكن ما اضيفش، فاهمني؟
والريجولار اكسبريشن معانا هيكون بالشكل ده 0 اور 1 كل استريك وهنتهي ب 0 0. كده كان فيديو النهارده، ما تنساش جيب مي تايمز اب اند بيس اوت.